علينا الحياة. هاي حياة شجرة ما في، ورقة خضرة ما في. صورونا الزعتر جنة. الوضع بخوف كثير. ببيع ابني بس ارجع لسوريا. والله انغرينا. جابوني هنا وكبوني هنا. هنا بالزعتري. في عمق هذه الصحراء المترامية الأطراف خيم هشة على مد البصر، سياج معدني يحيط بها، ونظرات تائهة بائسة. إنه مخيم الزعتري. تنوعت القصص والظروف في هذا المخيم. بعض هؤلاء المهجرين وصل إلى الزعتري بكامل إرادته، والبعض الآخر أجبر على مغادرة أرض الوطن. وبين الرضا والإكراه وقعت المعاناة. حياة البيت غير بيوتنا، بيوتنا وطول بناتي حوالي، هون ما بيعطي غير عيالي وولادي، بناتي بالقرية كلها سورية. دواء وحكمة ودكاترة ما فيش مثل العالم، ما فيش. تروي على الدكتور بعطيش حبتين بشار بقولك مع السلامة. حياة علينا صعبة يا جدة. صعب علينا، مدشرين ترمى، مدشرين أراضينا، الرزق صعب علينا، حيوان علينا صعب، نار نبكي لكن ولا شيء، صعب علينا الحياة. الحياة يوم يكون واحد صحته عليه وعافيته عليه، وين ما يجي بيعيش، وين ما يجي بيعيش. لكن اللي مثلي شفت أسهل وهم الدروح، وانت شايفين اللي بينكم. هاي إلك البيت؟ هذا إلك الكربان؟ لا والله يا أختي موين، لا والله. مين هاي الكربان؟ هاي واحد اسمه صبح الزابي، وما قال صاحب الراعة السعودية تجيب لك يا خرمي مبسوطة، خرمة تضل بالخيمة. قلت له كتر خيرك. أما أول مبارح يجي لهم لما قلوا الله عم الجنة بجيب يدبر حالك. يعني أنت بخيم يكون عايش، يعني هاي مش إلك؟ لا والله مو إلي، والله اللي اسمه على الماجمة ما إلي الخيمة، ما إلي الكرفانة، هاي الخيمة قفا هون. طب أنتوا عمو لما إجيتوا هون كنتوا عارفين إن الحياة هيك؟ لا ما عرفنا، ما قطناش. قلت من الأردن كان يعرف إنه الحياة هيك. تنقلنا بكاميرا المركز الإخباري في مختلف أرجاء المخيم، اللافت أنه مقسم إلى مربعات سكنية، كل مربع منها تشرف عليه دولة معينة. استطعنا الدخول إلى ما يعرف بالمربع السعودي، وعند سؤال المهجرين عن الأوضاع في هذا المربع بدت على وجوههم ملامح الغضب والسخرية في آن ما. السؤال إذا اسمه مبين عليك، المربع الرابع السعودي، خلاص انتهى الموضوع، معناته تابع للسعودية. إعلام بيطلع إن السعودية عم بتمول الزعتري. الإعلام نبتدي عليه كلام فاضي نهائيا، بس أنت عم تحكي بالواقع حاليا، هذا الواقع قدامك تفرجي وين ما بدك، هاي الكاميرا معك والواقع موجود. احنا موجودين بالمربع الرابع السعودي، هاي الكلمة تكفي، وهذه الكلام هذا يعني ان السعودية مسؤولة عن المنطقة هاي، المنطقة هاي ما فيها اي تخدمة، وحتى هي المنطقة هاي جاية على مرتفع، يعني حسب ما انتم واقفين حاليا على مرتفع، والمرتفع هذا اقسم بالله العلي العظيم البرد والمطر والشتاء والدنيا كله تيجي على المنطقة هاي. أنا صار لي من شهر اثنين موجودين هون وبعدنا بالخيام، معي 15 نفر وزلمة يضك وقاعد باب الخيمة مش قادر يروح ولا قادر يجي، ومعي طفلة وكل المحشوكين، معي صار 5 بنات 6 بنات وأني وجوزي، ما في خيام، كلنا بالخيام وكأن الفار.
كثير يعني كثير كثير فار بحزر على وجوهنا بحزر على بنات صغار بنتي صغيره بدي اكل البنت الصغيره معنا طفل الاوضاع كيف الحياه شو ضاع يعني على ايش ما ضلش شهور عديدة بل أكثر من ذلك مضت على هؤلاء المهجرين وهم في خيم تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وبالرغم من ذلك لا يوجد بصيص أمل لدى الكثير منهم في الحصول على عربات معدنية أو ما يسمى بالكرفانات. صار لي هون 10 أشهر. قديش عدد افراد اسرتك؟ 7 انفار. كلكم بهاي الخيمه تناموا؟ كلياتنا بالخيمه هاي شوفت عينك يعني. كيف طيب مدبرين اموركم؟ كيف عايشين؟ يعني عايشين من قلة الموت. انا هون عند الزلمه هذا لا قرفانه لا خيمه لا مصروف لا اشي وبنتي بحر معوقه. قديش معكم؟ ما اعطوني قام يلا جابوني هنا وكبوني هنا هنا بزعت لي مطالب قرفانات بيقولوا ما في قرفانات يلي بدفع بياخذ قرفانات يلي ما بدفع ما بياخذ واني حالتي صعبه وشايفه انت الوضع شلون هذول الناس اللي معها ذهب بعد ذهب اشترت قرفان لاولادها تذب عيالها واللي ما له جماعه بالغرب بالسعوديه بالكويت بعثوا له شويه مصاري اشتروا واللي ما معوش الله يعينه قاعد بخيمه تدلف عليه بتشتي عليه والخيمه لسنه ونص عليهم يعني شيء لا يوصف لا كرفانات المي فاتت على العالم الفيران وعده مرات رحنا وقدمنا ما في اي مجاوبه للموضوع صرف صحي ما في مي ما في قليل كل شيء يعني هون مش مخدم بالمره حياه صعبه جدا 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 كيف وايش صعب يعني عم نعاني مشكله الرمل مشكله الجرادين مشكله قرفانات ما فيه جرادين بالخيم ومع الاكل عم تاكل معنا يعني بدي اقول لك عم تاكل معنا مع الاكل والموضوع الثاني موضوع القرفانات ما عم يعطونا قرفات نهائيا كله تسليم بالشارع 15 بالشارع 20 واحنا ما عم نطلع على وضعنا نهائيا طيب انتم كم من فرد انا عندي 11 نفر 10 انفار هم اولادي ومرتي بكرت وامي بكرت لحالها وعم طالب لامي بقرفان يقول هاي امك ما يطلع لها شيء مع العلم انه امي مره عاجز وانت شفتيها بالعين المجرد يعني ايش هي فكره الكرت ايش يعني كرت هون الكرت بنفر واحد ما يعطوه قرفانه والكرت بعشر انفار يعطوه قرفانه بس في مشكله اساسيه انه كرت مع نفرين يعطوه قرفانه وكرت مع 10 يعطوه قرفانه هل المشكله لازم يعانون اياها مين بتحملها هاي المشكله المفوضيه للمفوضيه الاردنيه اللي موجوده بالمخيم هان لازم تعاني الظروف هاي يعني اجي اني معي كرت لازم اشوف عدد الاسره اللي عندي استاهل قرفانتين او لا وإذا عندي نفرين أستاهل قرفانتين ولا لا؟ أنت كيف لقي الحياة؟ يعني كيف حياتك كانت أفضل هون ولا في سوريا؟ لا بالعكس حياتي بسوريا كانت أفضل. فصول العام تمر بتوابعها مريرة مكفهرة على هؤلاء المهجرين. درجات حرارة مرتفعة تصل في فصل الصيف إلى ما يقارب 50 درجة مئوية. عواصف رملية، أمطار وسيول. والله يا اختي هون وقت اشتت الدنيا يعني نزل مطر غزير وفات على الخيم اللي عندنا مطر يعني غرقت الخيم للاسف غرقت الخيمه والله شوفت عينك يعني شلون صار يعني ما عرفنا شلون بدنا نروح بحالنا يعني عم يحكون لنا انه تنظيمات المخيم صارت ومش عارف شو شوفت عينكم يعني الغرق حوالينا صعوبه يعني بالخص بالشتويه المي فاضت علينا ما في حدا يساعدنا والله امس جتنا شتوى نمنا برا ميه ما في ما ينام بخيمه وصلنا إلى ما يعرف بالمربع الكويتي الأوضاع هنا لا تختلف كثيراً عن المربع السعودي فالخدمات المقدمة تكاد أن تكون شبه معدومة والله هون القطاع الكويتي قد مساحته أو عدد الناس اللي فيه؟
والله في كثير ناس، يعني في ممدود يعني تقريبا شيء لاخر المخيم شيء كيلو كيلو نص متر، بعرض شيء 700 800 متر اذا مو اكثر. والله يا اختي سيئه شوي، يعني بالنسبه للحمامات بالنسبه للسكن، يعني في ناس اخذت قرفانات، في ناس ساعتها ما اخذت، في معاناه، في جرادين، في يعني الفيران، يعني في صرف صحي ما في، يعني ذيك الصرف الصحي، يعني حتى الحمامات جوا سيئه جدا صارت، والزباله يعني شايفيتها انت هي كلها قدامكم، يعني باين الامور. طب الحمامات ايش، جماعيه هي؟ جماعيه اي والله. الله يسا، يعني فوتي لما بتلاقي حنفيه بالحمام، يعني عم نجيب نضطر عم نعبي معنا ونروح الحمام، يعني لا في حنفيه لا في شيء، لا في صيانه لا في، يعني الامور سيئه شوي بالحمام، كثير سيئه. طب كيف يعني الحمامات جماعيه؟ يعني لكل المخيم حمام واحد؟ لا مو كله، يعني كل مربع عاملين حمام فيه نسائي ورجالي. مربع كم من بيت او كم من؟ والله بيطلع له شيء 100 وشوي، يعني كل 100 خيمه او كرفان بيطلع له حمام واحد؟ حمام واحد ايه. هاي شايفيت المجاري على من قبيله شمس سلطان؟ هاي سبب اوبئه، هاي احنا ما كناش بسوريا هيش، الحمد لله كل واحد كان عنده قصره، كل واحد عنده، كل واحد عنده كان 40 دونم ارض زيتون. طبعا هون المنطقه هاي كلياتها مو مخدمه كهرباء ولا صرف صحي، هذا السلك مضروب حاليا اللي اني بيني وبين الضرب اقل من سنتي. السلك هذا مضروب، هذا اذا شردت الدنيا عليه شو راح يصير بالعالم اللي حولي وحصر الاطفال اللي عم يروحوا على المدرسه، يعني يعني هاي المنطقه وهاي المدرسه. شلون كان بيتك؟ شلون كانت سوريا؟ ما كنت تكيف؟ تعبان كثير، منعاني من كل شيء، مجاري الصحيه المفروض فيه، الكهرباء، الغذائيه كمان، الخضره عم ترتفع احيانا، يعني بترتفع ما بنقدر نجيبها من شهر شهرين. انتوا لما طلعتوا يعني كنتوا عارفين انه الاوضاع هيك، او مثلا قالوا لكم انه الاوضاع؟ لا 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 لا، يعني لا لا، حكونا انه الوضع كويس وممتاز ومش عارف ايش، بس لما اجينا لا لقينا شيء عكس ما انحكى. تعتقدي انه تم التغرير بالناس لما طلعوا؟ اي والله انغرينا. تتفاقم مشاكل اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالاردن مع زياده عددهم، وجاء تصريح وزير الصحة الأردني ملقيا بتحذير من انتشار أمراض لها خطورتها. ويختلف مدى رضا اللاجئين السوريين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، خصوصا بعدما وصل عدد المراجعين يوميا للمستشفيات المتواجدة داخل مخيم الزعتري إلى 5000 مراجع يوميا. يعني بنتي مرضانة، لحد يعني وساعدني، لحد يعني لا وصلوني مشفى، وعيونها مضروبات، عندها جريها كمان مضروبات، يعني الشبكية عندها ودها ليزر، والليزر بعمان يقولون معطل، يعني ما حد ساعدني بالمرة، يطلعوني أرجع مثل ما أروح مثل ما أجي. عندي سكري، وعندي انفصال بالشبكية، وعندي نزيف بالشبكية، صار مطلعني على 3 مشافي برا، وأروح أرجع نفس الشيء. طلعوني على إربد وعلى عمان. لما رجعت لعندي وعطيتهم وراقي، قال يعني صار لي 7 شهور كل ما اقول لهم ما مشت العمليه يقولوا لي لا، اقول لهم ليش؟ يقولوا لي التكلفه غاليه 8000 ومننزلش. اخر شيء قالوا لي اللي بيوصل مبلغ والباقي على الله. يعني لحد الان عين واحده منهم اختفت والثانيه نص درجه فيها. انتوا العلاج بسوريا كنتوا تدفعوا ولا مجاني؟ لا مجاني كان. يعني اي هون كل شيء بفلوس، اي مش بتطلعين برا يقول لك هات الضمان. لما تقولي له انك لازعه او شيء يحطونك اخر شيء او ما مش. اثناء تجوالنا في المخيم شد انتباهنا اصوات باعه، اما المفاجاه وجود سوق متكامل يحوي جميع المتطلبات التي يمكن أن يحتاجها المرء في حياته. البعض أطلق عليه بشانزليزيه الزعتري، فلماذا أقيم؟ وماذا عن البؤس الذي يلف حياة المهجرين؟ At its heart, a marketplace created by refugees for refugees. They nicknamed it
the Champs-Élysées. شارع الشانزليزيه كما أطلقت عليه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هو السوق الرئيس في مخيم الزعتري. لما تيجي الكابونة تطلع عليها أسعار. هاي 48 قديش لكم من يوم؟ 15 يوم هاي. 15 يوم؟ 1 2 3 4. طبعا غير الأجار. هاي الثمانية بدك تشيليها أجار. إذا أنت بدك أوردرية على السيارة أغلى منك تبدل لها. تخيل السوق. كيف انت والولاد عايشين؟ يعطوكي معونه؟ بس نستلم مثل ما بيستلموا العالم. ما بتكفي ولا شيء، يعني طفلين وهو حفوظات وهذا، وحتى الحفوظات كمان قطعوها عني للطفل هذاك. الخوف والترقب والحذر شعور لم يفارق معظم النساء والفتيات في هذا المخيم، فما السر إذن؟ انتشرت تظاهرات تزويج السوريات في مخيمات اللجوء في الأردن وتركيا بمهر لا يتجاوز 150 دولارا أمريكيا، الأمر الذي أثار حفيظة المجتمع السوري. سعوديون وليبيون مسلحون بفتوى زواج السترة يتسابقون في مزاد شبه عالمي على من يلبي نداء حفظ عرض السوريات، لا سيما القاصرات منهن. لو نعيش هناك على التراب ولا هون، يعني تعب العيشة، كثير صعبة صعبة كثير صعبة كثير صعبة. يعني كمان اجينا للامان، كمان في بعض الاحيان ما بحسسونا بالامان هنا، يعني ما بجوز من ناحيه مثلا الصبايا هيك شيء. مش كثير امان ان شاء الله يا رب. الله يعني صار مشكله ما بالحي او بالمخيم عندنا هون بحي هالكويتي؟ لا والله الحمد لله ما صارت المشكله، فسمعنا بشكل عام، اما هون عندنا لا والله ما صار. يعني سمعتوا يعني مشاكل زي ايش؟ انه مثلا هالشباب يعني صاروا يسترخصوا البنت يتجوزوها، مثلا يعقدوا عقدها معي طفلين، اذا بتمر بالسر هون حتى منخاف منها. قال يا اخي احنا ما بعرف شو، احنا من السعوديه هون، احنا نيجي نستاجر حجان باسم صيغه دينيه، طبعا هم يدخل صيغه دينيه انه الشيخ يعني. ايوه انه امام جامعه او شيء. ف اخي احنا بدنا نطلع. قلت له اخي انا ما بقدر اطلع، لا تعليم ولا تعليم، انا ما اطلعها. اما يا بنت الحلال قسم بالله العظيم الحديث اللي حكاها على التليفون مو مزبوط، صوته ناعم مبين، ستي مبين. انا اعرف يوم تحكي معي انت من طريقه كلامك طبعا اعرف، والله العظيم من طريقه صيغه نبره صوتك اعرف، لانه انت مره وانا زلمه. صحيح، وكل واحد بيعرف الثاني يعني. وبيناتنا يعني ايش بده مبين؟ ايوه مبين طريقه كلامك، مبين طريقه الكلام مو كلام شيخ. لانه احنا يوم تتصل مع شيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يوم قلت السلام عليكم يقول هلا هلا، هاي مو جنود غير رحمه الله وبركاته. شو طبعا الشيخ طريقه الشيخ مبينه. على أطراف المخيم هناك مجمع مدارس تشرف عليه منظمة اليونيسف، بعض منها مخدم والبعض الآخر أي في مربعات معينة، التعليم حكر على أطفال دون آخرين. والله بنشتغل عليها. كيف يعني شو بتسوي؟ بتشتغل عليها؟ كل شيء بنشتغل عليها عشان نعيش. تنقل عليها يعني اشياء؟ ايه. من لوين؟ من وين منك؟ طب كيف الحياه هون؟ والله حياه صعبه. صعبه من كل الجهات. شيلي. كيف كانت حياتك بسوريا؟ والله غير شكل، والله كنا عايشين بعز وبنعيم غاد. كنت تشتغل هناك؟ لا والله ما كنت ادرس غاد انا. عاشر صف عاشر. هون ما بتدرس؟ لا ما بدي اشتغل. لا ما بدي اشتغل، مين بده عايش اخوتي؟ مين بده عايش اهلي؟ قديش عدد افراد اسرتك؟ ثمانية. ثمانية وانت بتصرف عليهم؟ اه. ما في حدا بيصرف عليهم غيرك؟ لا.
والله اولاد بالصراحه بروحوا على المدارس على يعني كذب بكذب. ليه؟ ما عم يتعلموا مضبوط، يعني شو بيعطوهم؟ ما في يعني تدريس يعني مثل العالم والناس يعني. كنا بسوريا عدد الشعبه عدد الصف التوب الصف اللي يكون فيه زحمه 30 طالب. طبعا هنا استغربنا انه يتجاوز ال 100 طالب بكل صف. باي صف انت؟ رابع. كم من طالب بصفك؟ كثير، 150. 150 طالب؟ بشعب الوحدة؟ بشعب الوحدة. نرجع على سوريا وسوريا أحسن. كيف كنتوا عايشين بسوريا؟ كنا مكيفين الخضار والزرع وكنا نلعب، يعني هناك ما كانوا يسألوا أهلنا علينا، بس هون السجين اللي هون تبهدلنا، ما عاد نعرف وين ما عاد نعرف وين حالنا. كيف يعني ما عاد تعرفوا وين حالكم؟ يعني بهدلنا. يعني أنت مثلا مش حابة الحياة هون؟ مين أحلى بيتكم هون ولا هناك؟ لا هناك. هناك وين كنت عايشة؟ هناك بسوريا. حابة ترجع على سوريا؟ هناك نلعب بالمراجيح ونكيف هناك. هون ما حبينا إننا نرجع على سوريا، بس أحلى ببلادنا مش هون. بقتل لنا الأرادنا. أوجه نداء لكل سوري يرجع على بلده. ما الأم هي اللي بتضم، والأم هي سوريا. اشتاق ضم كل شيء بسوريا عن جد، يعني نحن شفنا موت 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 بثمان شهور. شعوري لا يوصف صراحة، ما بعرف. احنا بحاجة الوطن انه نرجع له. شو اللي احكي عن شو حاجة ثبت حالي سوريا. طلعت من سوريا من يوم الرب قردنا 90 ليلة صايما ما تعشين. احنا دمنا وشرفنا واخلاقنا للوطن. والله شعوري مبسور كثير ومبسوط برجعتي على بلدي. حبي إلها خلاني ارجع إلها. راجعين على بلدنا وعلى مسقط راسنا هونيك على سوريا بعون الله تعالى. بدي ارجع بلدي خلص بكفي. سوريا ام الدنيا ام الخيرات، واحنا راجعين على بلدنا على وطننا على مسقط راسنا. بحب وطني سوريا، هي وطني. مبسوطة انك راجعة؟ ايه. كيف؟